اليوم راح نشوف اذا انا ذكي. صراحة انا احس اني شخص وايد ذكي. ليش؟ لاني كله افكر 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 وايد، بس ابي اعرف اذا انا ذكي وايد او مو ذكي. فراح نسوي كم تيست، اوكي؟ اول تيست راح نسوي guess the flag challenge. ثاني شيء راح نسوي math challenge. math بالعربي هو رياضيات. واخر شيء الجنرال نوليدج كويز، ما ادري شنو بالعربي بس جنرال نوليدج كويز. يلا خلينا نبدا مع اول تيست، guess the flag challenge. صراحة انا احس اعرف كل علم الدولة، ما في ولا علم ما اعرفه، اوكي؟ راح نبدا مع اول واحد. ايران، صوماليا، بنغلاديش ولا بنما؟ بنما 1 out of 1. غانا، ايطاليا، كوستاريكا ولا افغانستان؟ افغانستان بوم 2-2. فنزويلا، دنمارك، يونايتد عرب اميريتس ولا اثيوبيا؟ الحين بين فنزويلا واثيوبيا، بس سهله هذول الالوان، يوجولي الوان افريقيا الاخضر اصفر واحمر، فهو اثيوبيا. في وايد ناس ما يعرفون هالعلم، بس لان في وايد ناس ما يعرفون هالعلم انا بديت اعرفه لان كله اشوف فيديوهات وكذيب. المهم هذا سريلانكا. نيكست، ايرلند، بلجيوم، استونيا ولا بولندا؟ يلا يلا دشوا تعليقات، ابيكم تقولون هذا شنو تتوقعون. عندكم 30 ثواني. 3-2-1 ايرلند. اوكي انديا. هند سهل بعد. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. بلجيوم، اذربيجان، السودان، جرماني. بلجيوم ايزي. نيكست، مكسيكو. نيكست جيبوتي، نيوزيلند، بابا نيوغيني ولا سايبرس؟ صعبة 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 هذه. Just kidding. نيوغيني. ما كنتم متوقعين صح؟ اوكي. بلغاريا، اوستريا، ايطاليا او ايفوري كوست؟ ايطاليا. كولومبيا، تشاد، كولومبيا. يلا راح اسالكم بسرعة. يونايتد كينجدم. مشكلة انا كنت اعيش ببريطانيا. سووا سكيب، الله يخليكم سووا سكيب حق اللي توي سويته. بليز بليز جايز، يعني غلطة صغيرة. المهم نكست، ارجنتينا اخر واحد، سويسرلاند بوم. حلو، الحين راح نسوي تحدي الرياضيات. راح اسوي مولتيبليكيشن، يعني مولتيبليكيشن كويز. الويب سايت اسمه كول ماث فور كيدز. انا مو كيد، عمري 23 بس يلا عادي عادي. Total questions راح نحط 10 أسئلة، أوكي. Time per question راح أحط 5 ثواني. أنا ما أخاف، يعني أقدر أنقي بين 30 15 و5، بس أنا ما أخاف ما أخاف 5. يلا جاهزين؟ 3-2-1 go. 8 ضرب 4 مثلا 10 ضرب 6 60 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 عرفت تسمي بس ما كتبها. 8 8 8 8 قاعد اكتب الرقم الغلط. اوكي مرة ثانية مرة ثانية. 56 56 56. تساوي 2 18. عرف عرف عرف. اوكي 7 ضرب 7 49. قاعد اقول مرة ثانية، تدرون شنو؟ راح نعيد راح نعيد. اوكي ما يصير نعيد ما يصير نعيد، راح اكمل. يلا 60 80 56 ناخذ من 10. لا راح نعيد جايز، راح نعيد الا الحين نعيد. keep practicing. مره ثانيه جاهزين؟ 3-2-1 go. يلا 4 ضرب 6 24 24 24. عرفت. 0 8 ضرب 6 36 21 21 0 8 ضرب 4 24 24 لا هذا 3. اوكي 4 ضرب 6 12. قاعد اوخ لانه وايد سريع. 3 8 ضرب 6 56 او 40 40 40 27. 13 مرة ثانية. سكيب 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 الرياضيات سكيب. اوكي ثالث شيء راح نسوي شنو؟ هو الجنرال نوليدج كويز، اوكي بالانجليزي لان ما اعرف بالعربي عدل. جنرال نوليدج كويز خلاص طلع بالجوجل. راح نسوي 10 اسئله بعد. اوكي اول سؤال،
What Japanese way of cooking is based on grilling meat coated with soy sauce, mirin and sugar? Teriyaki. Which of these countries does not have a star in its flag? North Korea, France, China, ولا تركيا؟ فرنسا ما عندها نجمة. What's an example of a viral infection? Okay, stroke, polio, gout, stroke. What planet is the closest to the sun? Mercury, Earth, Venus, Mars. Venus or Mercury? Venus. لا تضحكون علي. Next, for what does MB stand for? Minibyte, megabyte, megabyte. Next, what animal is known as an Oryctolagus orca? Killer whale. What is the process of soaking and storing food in brine and vinegar? Chilling, smoking, pickling. Pickling. Pickling, pickling, pickling. هذا لما تسوون خيار مخلل. What disease killed a million Europeans in the 14th century? 14th century. هذا history. ما أعرف شيء عن الماضي هذا. Bubonic plague. خلينا نقول. Which is not one of the seven deadly sins? Pride, gluttony, folly, greed. Folly. A left, guys. What is the largest city in the United Arab Emirates? Medina, Doha, Dubai, ولا Cairo? Dubai. هذه واحدة اللي بالإمارات أتوقع. وهذا هو التحدي يا جماعة. ما أدري كم النتيجة بس إن شاء الله نحط لكم الحين بالأدس إن شاء الله نحط لكم هذه نتيجتي. ما أدري شنو اللي قاعد طالع. المهم شكرا لأنكم شفتوا الفيديو العجيب. قولوا لنا بالتعليقات شنو تبون نجرب المرة الجاية. وقولوا لي بكل صراحة إذا طلعت تكية ولا. باي باي.